من جانب آخر، استشهدت مسنة فلسطينية بعدما أطلق عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس لعدد من الجنود في مستوطنة غوتش عطشون في الضفة الغربية. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح بعدما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما خلال مواجهات اندلعت جنوب قطاع غزة وشمالها. في هذه الأثناء أصيب 5 فلسطينيين بجراحة وعشرات آخرون حالة اختناق في مواجهات عنيفة اندلعت ظهر اليوم مع قوات الاحتلال بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.